Hey guys, كيفكم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وفيديو عن ماينكرافت. طبعا شويه اللحم خلف الكواليس اذا ما تعرفون جايز. هسه خلاص الشاشه المزعجه ما افتحكم بيها. ايش ده كيفن؟ انا ما مستعده جايز، هسه قاعد تعرفون. هسه احنا لازم نسوي عدد معاني منه شوي هنا. هسه حاخذ الشغل طلع هذي حطه هون وكسر. هي دارت شعليه. يلا ما عليكم جايز، هنسوي على الأقل هسه بكاكس حجري. وين هذا بكاكس حجري؟ سوينا بكاكس حجري. هسه حكمل بعد هذا منه. بعد جايز ادري ان فيديوهاتي مو كلش ممتعة، بعضهن ممتعات. بعد ديرت هسه حنكسر. بعد على فكرة جايز انا ما راح اضل هيك بيوت خشبية. اليوم راح اسوي اذا لحقنا بنص الفيديو اسوي لكم احلى بيت من حجر وخشب. طبعا هذا الخشب تعبان بس يلا عادي. راح اخذ هاي اخر حبة، باخذ وياك هاي. بس راح اسوي الاكس مهم. الاكس البيكوكس عندنا هادي هاي والسيف. بعد الشبل شو يمكن خلصنا كل شيء صح. هسه جايز خلنا اقول لكم على هاي خوش معلومه. المعلومه انه ظلوا استعملوا القديمات حتى من ينكسر تستعملون الحجر. وين هذه الارض الخشبيه؟ هي هذه. هذا حجر. الكل يعرف ان الرمال خفيفة اذا تسوي هيك كلها وقعت. هي ما ودي دعرت مصيبة. كيف اطلع؟ عرفت درج قال. بعد اللي يعرفني ان انا اتطورت والما شاهد الحلقة الاولى هيروح يشوفها بالانترنت. جايز 1 2 3 وقع. احتاج اللي ما يعرف هسه اقول لكم انا احتاج على مود الجام. ما ادري الماي مين جاني. والله ايش قد غبي اني. اسعد كل الماي ينسد بس اكسر منه يجي من جديد. لا والله رجع يعو طلعت راح الميمون. هذي اطلع يعو
لا ارجع صعد. يلا عادي، انا اصلا اريد اجمع، ليش ارجع اصعد؟ يبو يعو يعو يعو. سديت الماي مويه. سجايز نرجع نصعد ونظل هيجي. دح ينكسر ما تشافوا. يبو دح اروح من هنا. ليش اصرف الحجر مالي؟ والله قبل لا اروح الا ارجع اخذه. بس اريد اخذ هذول. وارجع اطي الخشب. هاي شنو؟ هاي حلوة هاي. هاي اظن بعد اخذ لي بس شوي هنا. بس هاي لا ستون ده حرقة. سوي ستون. شو عندي؟ ديرت. عندي صوفايات وديرتايات. خل نكسر منها. يعو يبو من جديد الصعد. حط منه ويتشي هيتشو هيتش. يلا جايز من بعيدك بس نقدر ناخذ كل مالاتكم. وانا هذا شو اسمه البيكاب. هنستعمل الحجر اقوى. هم الصوف ما احتاجه. ها ايه راح المي. جايز والله اليوم لا اطول وياكم. كل يوم يا ما اطول. جايز اخذ بعد شوي هنا. لا والله كلش كافي هذا اصلا. خلنا نطلع. بس ابي اخذ معي حجري. بس انا شبدي اكسره بالخشب اصلا. يلا احسن خليني نكسر الخشب واستعمل الحجر القوى، قصدي القوي. خلنا ناخذ هاي. يلا كملت. وي يلا طلعنا. هسه جايز ده اروح لها بالقارب احسن. يلا بالقارب لعيونكم. شو جواني؟ شو انا هادي حرقتها بالحلقة السابقة. الما شافك هسه خير روح يشوفها. لا تقول ما سويتها بالحجر. زين وين هذا الاكس؟ يا بو خذها بالايد. وصلنا. ابي انزل. خلنا ننام هسه. خلنا نكسرها قبل لا ننام. جايز مو هذا اللي قدامكم صار الليل؟ ليش ما فيني انام؟ هاي سريري سرير حقي فين؟
والله كنت حاسة يمكن سرير يروح. سريري جايز. هنا خلاص الفيديو، باي باي. او هذا الفراش. هي وين انا رحت؟ خل نرجع ناخذ الفراش. هذا الفراش، حط القاربة هنا.